يا مساء الخير، يا مساء السعادة. بيتجدد اللقاء بيكم في حلقة جديدة من برنامج شبابنا مستقبلنا. الحلقة النهاردة حلقة مميزة جدا علشان المضمون والمحتوى بتاعها مميز جدا. كلنا عندنا تليفونات، تقريبا كلنا عندنا اكونتات على الفيسبوك، على تيك توك، مواقع تواصل اجتماعي كتير جدا، بنشوف حاجات كتيرة منها اللي بيفرحنا واللي احنا بنشوفه بنبقى مبسوطين، ومنها اللي بيحرق دمنا وبنبقى متنكدين جدا للمشاهد اللي بنشوفها والحاجات اللي احنا بنشوفها. ممكن تكون حاجات مسيئة للمجتمع بالتفاصيل اللي بتحتويها، سواء كانت ملابس، سواء كانت ألفاظ فعلا غير لائقة. يمكن كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، وكل حاجة فيها الحلو وفيها الوحش. يمكن احنا دايما هدفنا ان احنا نركز على الحاجة الحلوة ونقول ده صح، كمل وخليك في طريقك، ونعمل علامات استفهام على الحاجة المش مظبوطة ونقول لهم لا، احنا بنديكم الضوء الاحمر ونقول لكم خلوا بالكم، غيروا من نفسكم، لان ده غلط، ده لازم يتغير، الصح كذا. يمكن انا ضيفي النهارده شخصيه معروفه جدا، وشخصيه موجوده على السوشيال ميديا، وشخصيه محبوبه جدا وكل الناس بتحبها. ضيفي يمكن تعدى 1,000,000 متابع، وده طبعا لان المحتوى فعلا بتاعه هادف. ويمكن انا شخصيا سمعت له فيديو عجبني جدا، ويمكن ده بيتكرر في المجتمع بتاعنا كتير، واللي انا هناقشه فيه دلوقتي حالا. بس يعني خلوني ارحب بيه الاول. معايا النهارده اليوتيوبر العمده ابو هيبه الشهير بالعمده صلي على النبي. اهلا بحضرتك يا عمده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، نورتني في البرنامج. ربنا يحفظك ويبارك فيك، الله يعزك. يمكن سؤال عادي جدا لكل الناس، وانا حابه اساله لك. انت بدات ازاي؟ ازاي خطفت قلوب الناس كده؟ ازاي خليت كل المتابعين هم بيتابعوك عن حب؟ اكيد طبعا، ورغبه شخصيه فعلا. انا شفت ده ان هم فعلا موجودين على صفحتك ده بحب. أكيد. فازاي خطفت قلوب الناس بالشكل ده؟ والله يا فندم، هو المحتوى بتاعي يعني يعتبر محتوى هادف، محتوى ديني. يعني اغلبيه فيديوهاتي بطلع في صلاه الفجر، في قران الفجر، اللي هي الدعوه اللي ملهاش حجاب عند الله. فبطلع في قران الفجر اطلع ادعي دعوه لجميع الناس، مش شرط متابعيني بس، لجميع اللي بيسمعني. فاطلع اقول خد الدعوه دي من نصيبك، او لو بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او انا الملقب بصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده سموك العمده صلى على النبي. ايوه، يعني عشان خاطر كل فيديوهاتي وكل ما اتكلم اطلع ايه، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيها دعوه مباشره، وبطلع ادعي دعوه، وفي نفس الوقت بذكر الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلع لهم دعوه بظهر الغيب. وفي نفس الوقت يعني بكون حابب الخير للجميع، وفي نفس الوقت برضو الناس حبيتني علشان خاطر يعني كاتب على صفحتي ابسط خلق الله، وبسمع للناس، وبحب ان انا يعني افيد غيري، وفي نفس الوقت حابب الخير لكل اللي بيشوفني وكل اللي بيسمعني. انت نورتني في البرنامج، ويمكن انا هدوس على حته جميله قوي وعجبتني انا شخصيا، ويمكن كانت سبب دعوتك هنا النهارده. مرات الاخ عايزه الطخ، ربنا يحفظك. انت بتحرض الناس على بعض ولا بتصلح؟ لا والله، الاخطاء اللي حصلت انا حضرتك مش بصلح ولكن يعني دي من ضمن المشاكل اللي انا بقدم مشاكل. يعني صفحتي بقدم محتوى ديني، وفي نفس برضو الوقت مشاكل اجتماعيه، فدي من ضمن المشاكل اللي دخلت لي برضو. بعض الناس، اغلبيه المتابعين، دخلوا لي على الخاص واشتكوا لي من مرات الاخ اللي هي يعتبر العضو الفاسد في البيت. هي مشكلة، يعني احنا لكل قاعدة شواذ طبعا، ومش هنعمم القاعدة دي على كل، لا طبعا مش كل مرات الاخ، مش كل مرات الاخ بنفس ان صوابعنا مش زي بعضيها، اكيد طبعا. بس هنقول ان زي ما في ناس صعبة وناس وحشة في حياتنا، في ناس برضو كويسة وجميلة، واكيد في نماذج من مرات الاخ حلوة جدا. بس انا هرجع لمرات الاخ اللي عايزة اللي عاوزة مرات الاخ اللي عاوزة الطخ، مرات الاخ الكيادة العنادية
صاحبة الأسعار الأسحار اللي هي يعتبر عضو فاسد في البيت، اللي هي كرهت الزوج في الأم، كرهت الزوج في اخواته البنات. اللي مش عايزه مامتك واللي بتقول انا مش عاوز امك، انا مش عاوز اخواتك يعيشوا معايا، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. تمام. احنا عيالنا مش عارف ايه. ولكن هو الشجره اللي ما تضللش على اهلها تستاهل القطح. يعني اللي ما يبقاش ليه خير في اهله ماليش خير في مراته ولا في اولاده. فطبعا لازم ان مرات الاخ لازم ان تكون انسانه يعني محترمه وتحب الخير لاخوات الزوج قبل ما تحبوا النفسيه. ان طلع لها بنت هتتعامل برضو، افعل ما شئت كما تدين وتدان، وكل سلف ودين حتى المشعر رجلين. الضوء على اهم ما في الموضوع. الراجل اللي في البيت، لا هو طبعا يعني هو كله بيرجع للراجل، مش الميزان في البيت هو الراجل اللي موجود في البيت. هو حضرتك اللي وصلها للنقطه دي. تمام. الزوج اللي بيوصل أكيد. معلش هو الحاكم. لان كل راع مسؤول عن رعيته. تمام. المفترض صح. الزوج هو اللي مسؤول بالزوجه، مش الزوجه اللي تتحكم في الزوج. ولكن احنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. هنقول الراجل هو رمانه الميزان في البيت، وهو المسؤول طبعا على تغيير اي وضع، هو المسؤول على انه يقرب وجهات النظر ويقرب الناس لبعضيها. بس في ناس برضو مهما بتسمع ما بينصلحش حالها، مش عارف بقى يعني. سبحان الله، انا يعني عملت فيديوهات كتير، في ناس قسما بالله قالت لي احنا رجعنا بعد ما سمعنا الفيديوهات بتاعتي او كنا في وعي شويه. خلينا نقول ان في ستات اصلا بتبقى عندها حته غيره. أيوة بتغير من مامته، بتغير من اخته، بتغير. لا هو حضرتك بصي، هو مش موضوع غيره برضو، معلش عشان ندي لكل واحد حقه. زي ما اتكلمنا عن مرات الاخ، يعني برضو اخت الزوج. في اخت زوج تيجي تقعد في البيت، تقعد جنب امها برضو، معلش. في ناس هتنتقدنا على الكلام ده وتقول لي انت ده امور عائليه. لا، ولكن هو ده رايي العام. ودي من ضمن المشاكل. برضو اخت الزوج لما تروح البيت تقعد مع امها، دي مشاكل بتتحكي لي يا فندم على الخاص. اكيد ده هي قضت لك، هي روقت لك، هي غسلت لك، هي قامت الساعه كام، هي قامت مش عارفه. ودي طب انت خليك في بيتك، خليك في مصلحتك. ودي من ضمن المشاكل الكبيره برضو. ان مرات الاخ لما بتسمع بتزعل. انت كل واحده تقعد مصلحتها في بيتها، وزي مش يعني كل واحد اولى بمصلحته. فينا لو ركز في حياته اكتر وانشغل بنفسه اكتر الدنيا هتمشي. ولكن يعني كل واحد بيبص في حياه غيره، محتاجين رغم ان محدش فاضي ان هو يصلح من نفسه. ولكن الناس هي عيوبها بتحطها في غيرها. اصلا احنا بشر، والبشر بطبعه كله اخطاء. فاحنا لو ركزنا في نفسنا وفي كل اخطاء، كل ابن ادم خطأ وخير الخطاون التوابون، نصلح نفسنا. فالمفروض ان ده اهم من ان احنا نركز على عيوب غيرنا او نبص في حياه غيرنا. اكيد طبعا. ده حقيقي يعني. عرفت عنك انك لك جانب تطوعي او جانب خير، ويمكن ده سبب ان الناس مشدودة ليك اكتر. في مجموعة من اصدقائك انتوا بتعملوا اعمال خيرية او بتعملوا اعمال تطوعية، وده اللي مخلي الناس مركزة معاك بشكل كبير. يعني كلمنا عن الجانب ده. والله حضرتك مبدئيا الاخوة اللي هم الافاضل الاصدقاء اللي معايا، حابب اقول له مسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعطيهم حتى يرضيهم. دول مجموعة اصدقاء معانا، دول عاملين زي عاملين حتى كاتبه عنده على صفحه الفيس فاعل خير في طريق الخير. الاخوه دول معايا بنقوم مثلا ان احنا نقدر نساعد اخواتنا الفقراء والمساكين، مثلا نجيب لهم بطاطين في الشتاء، بنجيب لبس مدارس، بنكسى ايتام، بنجهز عرايس، يعني بنات عرايس ايتام بنجهزها، بنقدر مثلا نجيب ذبيحه، نوزع لحمه، نوزع مثلا فراخ، بنوزع بطاطين. ودي حاجه بالمجهود الذاتي عن طريق الاصدقاء او المجموعه اللي معايا. ودي طبعا الحمد لله حاجه جميله جدا، وبناخد منها الاجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. وده برضو اللي وصلني لحب الناس. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعه على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ودي يعتبر جهاد في سبيل الله، ان احنا نخدم الغير. زي ما قال سيدنا النبي حب لاخيك كما تحب لنفسك. واحنا بنحب الخير للجميع الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يمكن عايزه استغل كل دقيقه في البرنامج معاك. فبما انك موجود وليك تواجد فعلي على السوشيال ميديا، بنشوف كتير قوي من السيدات الموجودين على السوشيال ميديا او الشباب كمان. تمام. واللي بيلجأوا ان هم يفتحوا لايفات بطريقه معينه. في ناس بتاخدها كنوع من التكسب المادي، وفي ناس بتاخدها كنوع من تزويد المتابعين وتزويد نسبة المشاهدة. وبنشوف في اللايفات دي بقى كمية ملابس غير لائقة او الفاظ غير لائقة. بما انك موجود تواجد فعلي على السوشيال ميديا، تحب تقول ايه في اللي انت بتشوفه ده وتوجه لهم رسالة بإيه؟ والله هو الموضوع دي في كذا نقطة، بس خلينا نكتفي بنقطة واحدة. اتفضل. هو موضوع البسات اغلبية الناس دلوقتي معلاش بتتكلم في ايه؟
ان مفيش شغل او الجو وحش او الكلام ده كله ده، فبيلجأ الى السوشيال ميديا عباره عن انه يطلع بس مباشر لمؤاخذه، ممكن يعرض اهل بيته عادي، المهم ان هو يجيب فلوس من الهوا، ويقعد بقى لمؤاخذه مثلا يتنطط زي القرد ويقول لك كبسولي، واللي بعت له اسد، واللي بعت له ورده، واللي بعت له فله، علشان هو بيهين نفسه بيقل من كرامته. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد ما بينساهوش، ولكن ده يعني البني ادم بيقل من كرامته، بيقل من شخصيته، انك تاخد اهل بيتك او تطلع ترقص او تطلع تغني او تطلع تطبر وتزمر وترش على وشك دقيق وترش على وشك ميه وتعملوا احكام وتطلع بنات بنوت، ويعني شغل احنا يعني ربنا يرحمنا من الاشكال دي بامان الله. يمكن من خلال كلام حضرتك عايزين نوجه رساله لكل الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء يوتيوب سواء تيك توك سواء فيسبوك، احنا عايزين نوجه لهم رساله يا جماعه، انتوا مش بتمثلوا نفسكم بس، انتوا مش بتتكلموا على شخصكم، مش بتتكلم على ذاتك، انت مش بتطلع للاسف يعني، انت لو بتمثل نفسك بس هنقول لك اعمل اللي انت عايزه، انما للاسف احنا اولادنا بيشوفوكم، اولادنا بيتعلموا منكم، بياخدوا منكم، فانت قدوه لغيرك، طالما ان في منصه معينه انت بتطلع عليها فلازم يبقى ليك اخلاق معينه تتحلى بيها، والاهم من ده كله ان انت بتمثل بلدك، يعني انت المفروض تكون المفروض انك تكون وجهة مشرفة للبلد اللي انت بتنتمي ليها. هسيبكم ثواني معدودة، فاصل، محدش يروح بعيد، وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبكمل حديثي مع اليوتيوبر الشهير العمدة أبو هيبة. يمكن عايزة أقول صعيدي. أكيد طبعا. والصعيد بقى معروف عنهم الرجولة والشهامة وإطار معين قوي بيبقى حاطين نفسهم فيه. أكيد طبعا. حتة بقى أن أنا أطلع وأصور فيديو ويبقى ليا متابعين وأتكلم، اكيد في الاول كده لقيت انتقادات كتيره، وياما ناس قالوا لك يا اخويا ما تقعد، ايه اللي انت بتعمله ده جدا، هو انت هتروح لحد فين يعني؟ أيوة أكيد. هو انت فاكر نفسك مين؟ سمعت الكلام ده؟ اكيد طبعا، ان الشجره المثمره بيحدفها الناس بالطوب. وطول ما انت بتوصل، طول ما انت يبقى ليك اعداء ومعارضين، وفي مؤيدين وفي معارضين، ولكن في ناس كتيره انتقدتني، اللي يقول لي انت مش هتوصل، انت مش عارف، انت اللي بيتقدم، وده رغم ان انا بقدم شيء بيفيد العالم اجمع، مش بيفيد مثلا بلدي او لا، ده بيفيد العالم اجمع لجميع الدول، ولكن ناس كتيره انتقدتني وهاجمتني، ولكن رميت كلامهم ورا ظهري واستمريت علشان خاطر اوصل في المكان اللي انا فيه ده. طيب نفس الناس اللي كانوا بيقولوا لك ده، بعد ما حققت نسبه متابعات وبقت كل الناس تشوفك من كل مكان وتقريبا كل الدول العربيه، اكيد طبعا، بعد ما النظره، اكيد النظره بتاعتهم اختلفت صح؟ اختلفت خالص. حاولوا يتقربوا ليك بقى، يتوددوا ليك، الوضع بقى ازاي بعد؟ والله حضرتك بقى اختلفت في الالقاب، كانت ناس حتى مش عاوزه تناديني باسمي، بقت تقول يا عمده، الوضع اتغير. في ناس حتى ما كانتش بتكلمني بقت تكلمني، وفي نفس الوقت ما زال برضه معلش في ناس يعني فيها عندها نسبه حقد، غل، كراهيه، غيره. طبعاً دي موجوده طبعا في ان البشر كلها مش زي بعضيها، فلحد النهارده برضه احنا بنعاني من نفس الموضوع ده، اللي هو الكره والحسد ويعني ما بيحبولكش الخير. تحب تقول لهم ايه دلوقتي على الشاشه بتاعتك؟ والله اقول لهم ايه، ما اقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل. بجد بصراحه يعني الناس اللي يعني اقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، في كل حاقد، في كل نمام، في كل اللي يجيب سيره الناس ويقول عليهم كلام يعني مش فيهم، اللي يطلع ينتقد الناس ويحط لهم تعليقات سلبيه وينتقدهم وهو مش عاشرهم او يعرف عنهم اي شيء. احنا عايزين نقول ان كل حد ناجح بيبقى ليه اعداء وبيبقى ليه حاقدين على النجاح، وانا لو ما فيش حد حواليا بيبص عليا ومركز معايا وشايفني، فانا اكيد ان انا ما عملتش حاجه، او انا مش لافته نظر اللي حواليا، او انا مش ناجحه. كل ما بيزيدوا، كل ما انا نجاحي بيزيد، بالعكس انتوا وجودكم بيقوينا، وجودكم بيخلينا نكمل، بيخلي عندنا اصرار ان احنا نكون موجودين. وزي ما اكيد في اعداء للنجاح،
بيبقى في مؤيدين وفي ناس محبين وفي ناس دعم ومتابعين وناس بتحبك وتسال عليك كل يوم وتبعت لك رسائل. لو قلنا بقى شيء جميل بالنسبة لي مين طبعا. الدعم والسند في حياه العمده ابو هيبه؟ والله حضرتك هو معلش يمكن فيديوهاتي انا بعملها بذاتي بنفسي، ما فيش مصور ما فيش مونتاج، انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي. ولكن انا تملي يعني بقدم كلمه شكر لصاحب فضل عليا طبعا استاذي، وبرضه حابب اذكر اسمه استاذ خالد العضيلي من عندنا من البلد، شخصيه محترمه جدا، ابو مصطفى ربنا يبارك فيه، وحاليا دلوقتي مدير مدرسه. وهو يعني كان بيدعمني بالنسبه للقرايه والكتوبه زمان من الصغر لحد ما وقفنا على رجليا، ولحد دلوقتي ما بقابله في الشارع ببص راسه وببص ايده، علشان من علمني حرفا صرت له عبدا. الله عليك. يمكن زي ما احنا اتكلمنا على الدعم والسند واتكلمنا على العقبات اللي بتقابلنا، لو انت حابب توجه رساله معينه لشخص معين، توجه رسالة لمين وتقول له ايه؟ والله هو سؤال صعب بالنسبة لي، يعني في كذا اشخاص عاوز اوصل لهم رسالة، ولكن عاوز اوصل الرسالة للناس اللي هي ضميرها مش سالك، اللي هي قلوبها مليان غل وحقد، اللي بيكرهوا يعني ما بيحبولكش الخير، اللي تمل 24 ساعة ماسكين سيرتك، ده راح ده جاب، يمكن معلاش بعض احترامي اللي بيشاهدني وبعض احترامي لحضرتك، طلوعك هنا على القناة يقول لك ازاي وصل، ازاي طلع هنا؟ ازاي بيتكلم كده؟ يعني في ناس بتوصل معاه لمرحلة ان هم عاوزين يخشوا في حياتك، اللي هم بقى الحاسدين الحاقدين النمامين، الناس بقت ضميرها ملوث. ما هو لو كل الناس تحب الخير لبعضيها وتخليها في مصلحتها الدنيا هتمشي، ولكن الناس بقت بتحط حياتها في حياة غيرها، هو دي اللي موقف الدنيا. والإشاعات اللي بتطلع والنميمة والأخبار الكاذبة، وبقت الناس بتطلع ورا أي شيء وخلاص. يمكن وقت الحلقة فعلا خلاص أوشك على الانتهاء، بس بما أنك شخصية مشهورة وحد في مصليك متابعينك، وبما أننا في الأيام دي داخلين على الانتخابات الرئاسية، تمام، في ثواني معدودة تحب تقول إيه؟ والله أحب يعني بوجه رسالتي للشعب المصري أجمع أنه ينزل يشارك بصوته في الانتخابات، وقول اللي في نفسك وعبر عن نفسك وانزل شارك. وانا عن نفسي انا ان شاء الله بامر الله مؤيد وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بامر الله، وبه ان شاء الله هنكمل، وربنا يجعل مصر بلد الامن والامان، ويا رب يجعل كل من يكيدها يجعل كيده في نحره يا رب العالمين. ربنا يجعل كل من يكيد بلدنا يجعل كيده في نحره، ويكفينا شر الحاقدين وشر الفاسدين وشر الحاسدين يا رب العالمين، ويجعلها بلد امن وامان وبلد مطمئن يا رب العالمين. وكان ده خير ختام منك حقيقي، يا رب دايما احفظ مصر واهل مصر وجيش مصر ورئيس مصر. ولحد هنا وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج شبابنا مستقبلنا، انتظروني في حلقات جايه ان شاء الله.